هذه الجلسة السؤال الموالي موجه لقطاع النقل وموضوعه اختلالات مجال تعليم السياقة وامتحان رخصة السياقة. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الأثار المعاصرة لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي المستشارين. سيد الوزير، عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مباشرة مجموعة من الإصلاحات المرتبطة أساسا بمجال السياقة، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات التي تروم تصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع. من أجل ذلك نسألكم سيد الوزير المحترم حول أسباب تعثر تنزيل هذه الإصلاحات. شكرا. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة. سيد الوزير الإجابة على السؤال. السيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. بالفعل كما تفضلت، الوزارة عملت منذ إصدار قانون 52.05 على تنزيل عديد من المقتضيات في مجال تعليم السياقة، وبالفعل هذه المقتضيات كانت مرتبطة بدفتر تحملات ديال الإنشاء ديال المؤسسات والطرق ديالو، وجد فيه واحد المجموعة ديال التعديلات، وأيضا بعقد برنامج الذي وقع مع 8 ديال المؤسسات التمثيليات المهنية ديال القطاع ديال تعليم السياقة، واللي فيه 4 ديال المحاور الرئيسية وفي حوالي 14 إجراء مركزي والتي تتفرع عنهم مجموعة من الإجراءات. اليوم يمكن نقولوا على أنه الحمد لله هذا عقد البرنامج، وخاصة في الآونة الأخيرة، عرف واحد التفاعل اللي كان تفاعل مجتمعي معه، لأنه وجد فيه مجموعة من التعديلات ومجموعة من الإجراءات اللي حاولنا على أننا ابتداء من 2018 نبداو التنزيل ديالها، سواء تعلق الأمر بالطريقة ديال التدريب، سواء تعلق الأمر بالجانب ديال المؤسسات ديال تعليم السياقة، أو أيضا الجانب اللي هو مرتبط بالامتحان كامتحان ديال الرخصة ديال السياقة، واللي فيه تدابير اللي هي إجرائية مرتبطة بالمنظومة ديال مؤسسة تعليم السياقة، المدربون، وأيضا الإدارة، الجانب الإداري بمعنى الجانب التدبيري، واللي حاولنا من خلاله ننزلوا واحد المجموعة ديال المقتضيات إجرائية وقانونية اللي بالفعل تعيد الاعتبار للرخصة ديال السياقة في المغرب، وأيضا تعيد الاعتبار للمنظومة ديال السلامة الطرقية كأهداف استراتيجية، واللي يمكن نقول من خلال الجواب أنه اليوم 25% ديال الحوادث ديال السير تيديروها الشباب اللي عندهم قل من 25 سنة، بمعنى حديثي الحصول على الرخص ديال السياقة، وهذا هو اللي جعل أنه الإجراءات اللي نزلنا في البداية ديال 2018 بعد ما وقع بعض الحديث عنها، وقع أيضا بعض الحوار في هذا المجال، خرجنا بواحد المجموعه ديال الخلاصات اللي تتمشي في هذا الاتجاه. شكرا سيد الرئيس. شكرا لكم. الكلمه للشهاده الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. بالنسبه احنا معكم في الاصلاحات، معكم باش هذا القطاع تعرف اختلالات، ولكن احنا في المنهجيه ضد المنهجيه، لان المنهجيه اللي عملته كلها غير تشاركيه، ما شاركتوش في الاول المعنيين بالامر اللي هما الارباب ديال السياره ديال تعليم السياقه، وايضا حتى المستهلك، حتى حمايه المستهلك. دابا نقول نشرحوا لك علاش هذا الاجراء هذا اصبح خلى هذا ارباب الاعمال تيقوموا بارباب ديال سيارات تعليم السياقه تيقوموا باحتجاجات امام الوزاره، وهذا ماشي معقول. خصكم اولا قبل ما تاخذوا القرار خص يكون قرار تشاركي، نهار الاول قوموا معهم وتصنتوا لهم وشوفوا شنو تيقولوا في الامور. هذا الشيء ما كانش، ثم انه هذاك القرار اللي اتخذته ضر بزاف بهذا القطاع اللي هو ضرب هذا الارباب ديال السياره ديال التعليم. اذا بقوا الان تيتشكوا، اذا غادي يكون عندهم افلاس، ما بقى عندهم مصاريف، لانه العدد اللي حبستوه ديال الترشيحات حبستوا العدد في واحد العدد قليل والاجل قليل، والتنقيط هذوك الاجراءات كلها ضرت بهم هما اولا. ثانيا انه هذاك التعريفه اللي درتو، التعريفه اللي عملتوها للمواطنين، هذه رفعتوا فيها بزاف، وملي رفعتوها بزاف قصيتوا واحد الفئه الاجتماعيه اللي هي مستهدفه، لانه شكون تيمشي ياخذ البيرمي؟ تياخذ البيرمي بغى يخدم به وبغى يمشي يدير به اسره، ما كاين لا خدمه لا والو، غادي يتجه للبيرمي يديرو. انتم حبستوه، درتوا ليه واحد الحصار، درتوا ليه واحد الاجراء انه ما يزيدش، ماشي غير 25 سنه ولا 30 سنه ولا اسمو. اذا الهدف الناس اللي تيمشوا للبيرمي اللي هما وبالاخص هذيك التعريفه، وهما الناس اللي هما عندهم هشاشه، ناس فقراء، ناس ما عندهمش. اذا ما خديتوش بعين الاعتبار هذه القضيه، اذا نهار فاش غديتوا القرار ديال التعريفه، التعريفه رفعتوا فيها
ضريتوا المستهلك اللي هو الناس اللي هما معنيين بالامر اللي هما غادي يمشيو للبيرمي غادي يخدموا به. اذا الفقراء فئه كبيره من المجتمع اللي هي ضرات تضرر كبير. سيد وطلبنا منكم اللي كنت معكم في اللجنه ديال اسمه ديال اعداد الميزانيه 2018 كنا قلنا لكم ديروا طوروا القطاع، بمعنى ديروا واحد الحلبه تكون عندها اليات ديال المراقبه وتكون يعني افضل من هذه الاجراءات اللي غادي تكون فيها يعني مخله بالاخ بهذوك عباد الله اللي هما مستهدفين ديال الفقراء. لهذا السيد الوزير كنظن انه العمليه خصكم تعودوا فيها النظر لا بالنسبه للارباب ولا بالنسبه للمعنيين بالامر. شكرا سيد المستشار، لكم كلمه سيد كاتب الدوله لرد على التعقيب. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد المستشار في اطار غير المعطيات اللي عندك على اي حال هي معطيات اللي تنقبل جزء منها، لكن غير باش نوضح لك انا ما جبتش شي حاجه من راسي، انا درت عقد برنامج موقع مع 8 ديال الفيدراليه ديال تعليم السياقه، موقع في هذه الامور اللي قلتي جاوا امام الوزاره تيقولوا هما انهم لا تمثلهم اي هيئه مهنيه، وهادو كانت تحاورت معهم على اساس انه اليوم من درنا 2014 وقعوا 35% المؤسسات جديده فتحت، لان القطاع بالفعل قطاع مفيد ومربح، وهذوك 35% تيقول لك حنا ما تيمثلنا حد، جلست معاهم. الامر الثاني درت معاهم لقاء شو تنبير في اطار التشاركيه باش ننزلوا داك الشيء. الامور اللي تكلمت عليها ديال الاسعار طلبنا من المهنيين باش ما نمشيوش نديروا مغالطه، طلبنا من المهنيين يعطيونا المقترحات ديالهم في البيرمي بي. المقترحات اللي جاتني المينيموم 3400 درهم، الماكسيموم 4800 درهم. شكرا سيدي. باش نكونوا واضحين، انا كوزير درت المينيموم على حسب الساعه، بمعنى انه المقترحات ديال المهنيين انا درت المينيموم اللي تحت. السؤال الثاني موضوعه تجديد سيارات تعليم السياقه بالمغرب، الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق العداله والتنميه لبسط السؤال. تفضل. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات السادة المستشارين. السيد كاتب الدولة المحترم، قدمت وزارتكم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات بغية إصلاح قطاع تعليم السياقة بالمغرب الذي يشكو من عدة أعطاب أثرت على مصداقية رخصة السياقة الممنوحة بالمغرب. فحظيرة سيارات مدارس تعليم السياقة في وضعية متهالكة وفي حاجة ماسة إلى تجديدها، ولكن بدعم من الدولة، بدعم من وزارتكم. لذلك نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم حول ما يمكن لوزارتكم القيام به في هذا الجانب، وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد كاتب الدولة إجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار المحترم. بالفعل كما تفضلت الموضوع ديال تعليم السياقه، واضافه على داكشي اللي تكلمت عليه في السؤال الاول، يمكن نقولوا على انه هذا القطاع بالفعل يحتاج منا اننا نديروا فيه اجراءات مجدده، وهذا علاش عقد البرنامج اللي قلت فيه 4 ديال المحاور و14 اجراء، الهدف منه الرئيس انه كان يعطي دفعه وديناميه جديده باش تعليم السياقه تكون مرتبط بالسلامه الطرقيه بالاضافه الى التكوين والتعليم. الاجراء بالفعل مادام تكلمتوا على التجديد ديال الحاضره، الاجراء اللي هو المحور الثالث في عقد البرنامج، بالإضافة إلى دفتر التحملات ديال إنشاء المؤسسات في البند ديالو البند 15 يتكلموا على تجديد الحاضرة، اللي بالفعل تبين على أنه أكثر من 85% ديال الحاضرة بالوزن الثقيل بالنسبة للتعليم السياقة هي حاضرة متهالكة. فوللأسف يمكن نقول وللأسف درنا تعديل من طرف الوزارة في القانون المالي 2015 2016 و2017، مرة ما تيدوش في المالية مرة ما تيدوش في البرلمان، لكن والحمد لله 2018 لأول مرة هذا القطاع، وعطفا على ما قلت للسيد المستشار، لأول مرة القطاع يحظى بدعم ديال تجديد الحاضرة وخاصة الوزن الثقيل، بمعنى أنه في 2018 رحنا غادي ندعموا هذا تجديد الحاضرة على أساس أنه هذه المدارس ديال تعليم السياقة تستافد من الدعم باش تجدد الاسطول ديالها باش يكون بالفعل اسطول يرقى الى مستوى المدارس السياقه المغربيه. شكرا. شكرا لكم الكلمه السيد المستشار في اطار التعقيب.
شكرا سيد كاتب الدولة على التوضيحات ديالكم في هذا الجانب. حنا في فريق العدالة والتنمية جاء السؤال ديالنا اللي تطرح، لأن هذا القطاع هذا له علاقة بحياة وسلامة المغاربة، له دور كبير في تقليص عدد حوادث، دور كبير في تقليص عدد حوادث السير، خاصة أن جميع الدراسات أو جل الدراسات المنجزة لا من طرف مكاتب خاصة ولا من طرف وزارتكم يؤكد بأن للعنصر البشري نسبة كبيرة في وقوع حوادث السير، واللي النسبة كتجاوز 80%. جميع المتدخلين في هذا القطاع سيد كاتب الدولة يؤكدون على أنه بالفعل يشكو من عدة أعطاب، أهم ديالها هي ضعف التكوين لا النظري ولا التطبيقي، عدم احترام مؤسسات تعليم السياقة للقانون، والوضعية المتهالكة للسيارات اللي تحدثنا عليها واللي جابت الأغلبية الحكومية، جابت مقترح ديال التعديل في القانون المالي 2018 واللي تم يعني المصادقة عليه، والآن غادي يخرج الحيز الوجود من أجل التجديد، واللي وردت فيه مبالغ مهمة كتتراوح ما بين 95 ألف درهم و 150 ألف درهم. هذا الإصلاح هذا بدأ مع الحكومة السابقة، بحيث تم توقيع ما بين الوزارة ديالكم والمهنيين على برنامج مشترك خلال سنة 2014. المهنيين يؤاخذون عليكم على أن رد به مجموعة من الإجراءات اللي تم التحقيق ديالها هي 14 إجراء. الآن الإصلاح المعلن عنه مؤخرا والمتمثل في دفتر التحملات جاء واضحا، جاء لتطوير هذا القطاع، لكن بعض المهنيين يعتبرونه مجحفا سيؤدي إلى إفلاس العديد من مؤسساتهم. لذلك نطالبكم سيد الوزير بالإسراع بإصلاح هذا القطاع المهم، طبعا مع اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين الجادين والذين يريدون الإصلاح، وعدم التراجع إلى الوراء من أجل إرجاع المصداقية والثقة إلى رخصة السياقة الممنوحة من طرف هذه المدارس. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك سيد كاتب الدولة يرد على التعقيب في حدود. شكرا لا، غير نبدأ من الأخر باش ما نقول هذا التراجع، والصحافة وللأسف المغربية لا زالت تتعامل في عمومها وبواحد الطريقة اللي هي خاصة، هي من تيبان لها بشي واحد هي الصحافة هي التي تؤكد، تقول لك ودي تفتح الحوار وتفتح النقاش ودير، ولكن عندما تفتح الحوار وتفتح النقاش وتخرج بالمخرجات ديال الحوار وديال النقاش وتتعمل على التنزيل ديالها تتولي تتراجع وتتنازل وإلى آخره من المصطلحات التي لا داعي لأن أعقب عليها. لكن اللي هو مهم وأنه كان دائما الحوار مع المهنيين الذين يمثلون القطاع، ولا شك أن عقد البرنامج ما وقعتوش الراسي، وقعتوا مع المهنيين مع 8 ديال الهيئات وجاو جوج هيئات لاحقا، قال لك ما وقعناش ولكن دخلنا حنا قابلين، ولاو 10 ديال الهيئات. انا ملتزم بعقد برنامج، انا اليوم من خرج هذه الاجراءات اطبقوا ما تم الالتزام به في اطار عقد البرنامج. اذا الاخوان تيقولوا القطاع فيه وفيه وفيه الى اخره وبغاو نراجعوا عقد البرنامج، انا مستعد نراجع عقد البرنامج بما فيه المصلحه ديال القطاع باش نكونوا واضحين. فاليوم القطاع الحمد لله هو على سكه الاصلاح، لكن كاي اصلاح هناك مناهضون للاصلاح الذين كانوا يستفيدون من ريع القطاع، ونحن نقول لهم انتهى زمن الريع في قطاع تعليم السياقه، واللي بغى السلامه الطرقيه للمغاربه يتفضل يدخل معنا في الاصلاح. شكرا. شكرا لكم سيد كاتب الدولة.